الارتقاء بالجامعة الجزائرية والبحث عن تغيير صورتها النمطية من التعليم والتكوين والبحث عن أدوار ومهام جديدة تتماشى وطبيعة التحولات والتحديات التي تعرفها بلادنا هي أهم الرهانات التي رسمتها استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ تولي البروفيسور كمال بداري شؤون القطاع لترقية الجامعة الجزائرية وإلحاقها بمصافي الجامعات الدولية حيث أولت هذه الاستراتيجية أهمية خاصة لهذا التحول بربط الجامعة بمحيطها الاجتماعي والاقتصادي وانخراطها في المسار التنموي محليا ووطنيا من خلال تطوير المقاولاتية والمؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال ومراكز الابتكار ودور الذكاء الاصطناعي وإنشاء مؤسسات فرعية في شكل مكاتب دراسات واستشارات في إطار الرؤية الجديدة وهو ما تجسد في القرار الوزاري المتعلق بإنشاء مؤسسات فرعية في شكل مكاتب دراسات واستشارات تقدم حلولاً اقتصادية واجتماعية ورصد مختلف الإشكاليات لدى المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين والهيئات الإدارية وكذا تقديم المساعدات الفنية وخدمات الاستشارة والخبرات هو مسار تنموي يشكل أهم رهانات برنامج رئيس الجمهورية لترقيتها واندماجها في محيطها الاقتصادي والاجتماعي جامعة تعمل على تحويل المعرفة إلى منتوج قابل للتسويق وخلق الثروة ومناصب الشغل هو الرهان الذي سيمكن الجامعة الجزائرية من التوجه لجامعة عصرية خلال سنة 2024 زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.